الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فهذه قراءة كتاب حلية طالب العلم لمؤلفه الشيخ بكر بن عبد الله أبو زيد رحمه الله تعالى مذاكرة العلم تمتع مع البصراء بالمذاكرة والمطارحة فإنها في مواطن تفوق المطالعة وتشحذ الذهن وتقوي الذاكرة ملتزمة للإنصاف والملاطفة مبتعدا عن الحيف والشغب والمجازفة وكن على حذر فإنها تكشف عورا من لا يصدق فإن كانت مع قاصر في العلم بارد الذهن فهي داء ومنافرة وأما مذاكرتك مع نفسك في تقليبك لمسائل العلم فهذا ما لا يسوغ أن تنفك عنه وقد قيل إحياء العلم مذاكرته والله ولي التوفيق.